وأقول في هذا الحادث الذي حصل قبل أسبوعين، هذه العين فقدت. أطلب من الرب يسوع المسيح، أطلب من الرب يسوع المسيح أن يقبل هذه العين كعربون محبة وعربون تضحية، ولكني أخجل أن أقول أنا أضحي للرب. ما صنعه الرب على خشبة الصليب، لا يوجد إنسان على الإطلاق أن يوفي ما صنعه الرب يسوع المسيح. ولكن أصلي يا يسوعي الغالي الحبيب أن تقبل بنعمتك وبمحبتك، أن تقبل هذه العين عربون حب لكل إنسان مسلم أينما تواجد. أنا أعطيك عيني يا حبيبي المسلم، إن لا تبصر فأنا أكون العين لك، ولتكون هذه العين كما نقولها في اللهجة الدارجة العراقية، حبيبي أنت هاي العين تروح لك فدوة، هاي العين تروح لك فدوة حبيبي، هاي العين تروح لك فدوة يا الغالي.